صباح الخير عليك يا زميلتي العزيزة انجي يحيى، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة نادي الزمالك في كل مكان من داخل نادي الزمالك. يوم جديد طبعا لكاميرا نهارك ابيض، والنهارده في نبض 100 عقبة يعني بيلقانا مختلف، لقاء فريد من نوعه طبعا مع اعضاء الجمعية العمومية داخل نادي الزمالك للحديث عن بعض الامور اللي بتخص نادي الزمالك في الفترة الأخيرة وما يمر به نادي الزمالك في الآونة الأخيرة من حيث الإنشاءات طبعا والطفرة الكبيرة اللي معمولة داخل نادي الزمالك. دلوقتي معانا واحدة طبعا من أقدم العضوات داخل نادي الزمالك، الأستاذة سوا سليماني. أستاذة سوا بنرحب بيكي ومشرفانا على قناة نادي الزمالك. الله يحفظك. طبعا في البداية عايز أسأل حضرتك بقى، حضرتك من أقدم العضوات داخل النادي، أكيد حضرتك شايفة الطفرة الإنشائية والمجهود الكبير من مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور داخل نادي الزمالك في الفترة الأخيرة ومنذ قدوم طبعا المجلس. أقول لك أنا، النادي بقى نادي بمعنى الكلمة، يعني نادي اجتماعي تقعد فيه زي ما انت عايز، الخدمات كلها موجودة، فدي طبعا من الحاجات الكويسة جدا بالنسبة لنا كست كبيرة. انا بحب اجي النادي ليه؟ علشان ما اروحش عند حد اتقل على حد من اولادي ولا على حد خالص، اجي النادي ده بيتي التاني، بقعد فيه زي ما انا عايزة، واي اكل اي حاجة موجود، والحقيقة هو خلى النادي نادي. رايح حضرتك بقى في مستوى الخدمات ومستوى الامن داخل النادي، يعني الحقيقة مستوى الخدمات ومستوى الأمن، الحقيقة النادي بقى جميل بصراحة، يعني مش عايزة كلام، وانت بتبقى قاعد مطمئن. هل حضرتك أي طلبات من مجلس الإدارة إن شاء الله ممكن يعني نفسك تتحقق الفترة الجاية داخل النادي؟ والله بص، اللي هو معمول حاليا يستمر، أرجو هذا يعني، وإن شاء الله بإذن الله تعالى النادي يبقى أحسن وأحسن إن شاء الله. بشكرك وشرفتنا ونورتنا يا فندم. الله يحفظك، أنا متشكرة جدا ليكم ولذوقكم، وتحياتي للمستشار مرتضى، وكل سنة هو طيب، هو وأسرته، وكل سنة وأنتم طيبين، أنتوا وأسركم يا حبيبي. شكرا يا فندم. نروح بقى برضو دلوقتي لواحد من أعضاء نادي الزمالك، الأستاذ ميسرة سلطان. أستاذ ميسرة بنرحب بيك طبعا، وعايز أخد رأيك بقى في طبعا المجهود اللي بيقوم بمجلس الإدارة داخل نادي الزمالك، المجهود الدائم المستشار مرتضى منصور في الإنشاءات والتطوير ومستوى الخدمات والأمن والنظافة داخل نادي الزمالك. لا بصراحة كل سنة طيبين في الأول، وبصراحه نادي الزمالك يعني كل سنه بلاقيه، لان انا مش بقى قاعد في مصر طول الوقت، فكل سنه بلاقيه في تطور وانجازات اكتر من قبل كده. يعني انا حضرت نادي الزمالك من 10 سنين غير دلوقتي، وطبعا عايز على سياده المستشار بس ليه طلب بس بسيط عنده، نفسه يعمل نادي الزمالك 6 اكتوبر، يعني ده في وجهه نظري لو عمله هيضيف لتاريخ سيادة المستشار وهيضيف للزمالك نفسه، هتبقى حاجة كويسة جدا، خاصة ان كل الأندية دلوقتي عندهم اكتر من نادي واكتر من فرع، فشايف ان الزمالك يستحق يبقى عنده نادي زمالك 6 اكتوبر. ده اللي المستشار شغال عليه ان شاء الله الفترة الجاية. بالظبط، هو قال قبل كده ان هو خلال سنتين، وقال ان هو انا نفسي طبعا سيادة المستشار هو اللي يفتتح نادي الزمالك 6 اكتوبر، وكلنا نبقى معاه يعني ان شاء الله. مسرة بشكرك شكرا جزيلا ونورتنا وشرفتنا، وانتم كل سنة وانتم طيبين. شكرا زميلتي العزيزة انجي يحيى، ده كان لقاءنا من داخل نادي الزمالك مع بعض أعضاء الجمعية العمومية داخل النادي اللي موجودين باستمرار داخل النادي واللي شاهدين على كل النجاحات والتطوير داخل نادي الزمالك من قبل طبعا مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور على كل المجهودات والإنشاءات اللي بيمر بيها نادي الزمالك في الفترة الأخيرة. أكيد زميلتي انجي من نادي الزمالك، العودة ليك مرة أخرى في الاستوديو، دائما نهارك أبيض بخطين حمر. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز خالد غانم، بشكر كمان كل الأعضاء طبعا اللي يعني أبدوا سعادتهم بشكل كبير جدا أكيد بالخدمات والتطورات الإنشائية والخدمات الموجودة في النادي حاليا، وأكيد دايما نادي الزمالك بيكون في تطور مستمر تحت قيادة المستشار مرتضى منصور.